بسم الله الرحمن الرحيم. نسيمة حمد الرجيب، مستشارة إدارة التخطيط والتطوير في وزارة الإعلام سابقا. تدرجت في الوظائف في وزارة الإعلام من قسم الترجمة، وفيما بعد قمت بالالتحاق بدورات كثيرة تأهلت فيها بأن أكون مدربة في عدة مجالات، وفي الآونة الأخيرة تخصصت في الترجمة الفورية. حسيت هي فيها تخصص أكثر إلى اللغة، وتحتاج طبعا في البداية أن أكون مترجمة تحريرية حتى أتقن الترجمة بشكل كبير، ثم أتوجه إلى الترجمة الفورية. وكان هذا المجال يعني من المجالات اللي أنا دخلت فيها، وذلك بالصدفة، لأن كنا في مؤتمر المؤتمرات وكان أحد المترجمين غائب، أحد المترجمين الفوريين غائب، فرجحوني بأني أنا مترجمة، فأكيد أن مترجمة ممكن أقوم بدور المترجمة الفورية. في البداية ترددت، ولكن في أخيرا يعني ما في مجال، لازم أعالج الموضوع، فدخلت البوث. وفي البداية طبعا كنت رهبت، كان في رهبة بالموضوع في البداية، وبس علمني اللي معاي مترجمة في اللغة الفرنسية، أنا مترجمة في اللغة الإنجليزية، أن في دعاء لازم أي مترجم فوري يقوله، اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقلة من لساني يفقه قولي. هذا من الأدعية فعلا اللي ثبت الإنسان خاصة بالترجمة. فبديت بالترجمة في هذا المؤتمر وحبيت الشغلة بشكل كبير، فبالتالي التحقت بدورة مكثفة مدتها تقريبا 6 شهور في الكويت وفي جمهورية مصر العربية، وأخذت الشهادة بامتياز الحمد لله، وشاركت في الوزارة وفي يعني في وزارات أخرى أيضا بالالتحاق بهذه الترجمة بشكل حر أو بالنسبة للترجمة. حبيت أنا اللغة الإنجليزية من صغري، لأن أبوي الله يرحمه كان يتكلم أكثر من لغة، طبعا ما كان عنده شهادة، ولكن بحكم عمله مع الأجانب ومع الهنود والإيرانيين، فكان يتقن الإنجليزية والهندية والإيرانية، فحبيت هذا. وطبعا هي أكيد أنها لها علاقة أنها تكون موهبة داخلية بالإنسان، فركزت ودخلت في مجال اللغة الإنجليزية، لأن في وقتنا ما كان في تخصص الترجمة، فبديت بالليسانس الآداب، والحمد لله اجتزته بامتياز، وتدرجت طبعا بالترجمة لمن أصبحت مستشارة التدريب والتطوير. وشاركت طبعا آخر المناصب اللي هي التعاون مع البي بي سي والسي ان ان وشركات كثيرة أجنبية، ومؤخرا في برامج كثيرة أقوم بترجمة الفورية بالتلفزيون مع السفراء الأجانب اللي يكونوا موجودين، وخاصة يحبون يعني يجرون معاهم لقاءات بالتلفزيون، فكنت أنا أشارك في هذه الترجمة برغم وجود بعض العوائق بالنسبة للأجهزة، لأن المترجم لازم يكون بعيد عن الضوضاء ويكون له غرفة خاصة يعني بروحة. فدائما هناك شغلة يمكن هي مضحكة قليلا ما، دائما يسمون المترجم بأنه المونكي، مونكي انسايد ذا بوث، يعني انه هو كالقرد داخل هذا البوث او المكتب الصغير طبعا من الزجاج. هي مهنة بصراحة حلوة وايد، ويعني تساعد على سرعة الاستجابة، وايضا لها علاقة بالعلاقات الشخصية مع الناس وتحليل الشخصية والسرعة في الالتقاط واستيعاب الجمل. مهنة الترجمة الفورية هي مهنة بصراحة رائعة جدا، وخاصة لمن يمارس اللغة ويحبها، وفي وقتنا الحالي طبعا اللغات هي مهمة جدا في التواصل بين العالم الخارجي وحتى في وسائل الاتصال الاجتماعي وكل مناحي حياتنا الحين، وخاصة الأطفال الحين أعتقد يعني يتقنون اللغة، ولكن ينقصهم عنصر اللي هو إن لا نهمل جانب اللغة العربية. لغتنا العربية هي لغة ثرية وغنية، مهما أقول أني أنا تعلمت من لغات، أنا أجيد بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية اللغة الفرنسية والألمانية، وفي طور إن شاء الله أتعلم اللغة التركية باتجاه طبعا الخليج إلى تركيا.
ولكن لاحظت هذه الملاحظة أن اللغة بدت العربية يعني تهمل، ويعني هذا من الأشياء المحزنة، لأن لغتنا العربية ثرية وغنية بمصطلحاتها بأدبها بشعرائها، وهي لغة يعني أنا أعجز، أنا أعتبر نفسي يعني عاجزة عن التعبير عن مدى غنى اللغة العربية بمفردات يعني ثرية جدا. وأنا لمستها هذه عند ترجمتي، لما أترجم طبعا يمكن الأجانب يقول باللغة الإنجليزية أو الفرنسية الجملة يقولها قصيرة، ولكن بالنسبة للغة العربية لا، فيها براح، يعني الواحد ممكن يعبر بكذا كلمة وأكثر من كلمة لمعنى واحد، وفيها ثراء لغوي. وأنا حاليا يعني قاعدة أركز يمكن قراءاتي الكثيرة باللغة الأجنبية، ولكن الحين اتجهت اتجاه آخر هو التركيز على اللغة العربية، يعني حتى الـ يمكن الاختراعات الجديدة والكتب اللي تختص بالدورات التدريبية الحديثة اللي يمكن الحين في هبة طالعين فيها، اللي هي الـ NLP البرمجة العصبية اللغوية وتقدير الذات وكثير قوة الإيحاء، هذه نزلت هي كتب، يعني هي شغلات أجنبية طبعا لا بد أن لها علاقة فينا، ولكن ركزوا عليها الأجانب وبدوا العرب في ترجمتها الحين للغة العربية حتى يتسنى أو يسهل على اللي لا يجيد اللغة الإنجليزية أنه يفهم هذه الدورات أو هذه التخصصات. فلاحظت يعني حتى بالترجمة يعني المترجم وهمة كان عنده من الثراء، ولكن أكيد قراءاته أكثر يمكن للغة الأجنبية من أكثر منها إلى اللغة العربية. بالنسبة لإعداد المترجمين الفوريين الكويتيين هو عدد قليل جدا، وخاصة بالنسبة للعنصر النسائي يكاد يكون يعني ينعد يمكن على الأصابع. المجال هذا قد يكون شوية فيه نوع من الضغط الذهني على المترجم في الترجمة، ولكن في مترجمات يعني وايد يجونا مترجمات حتى من العالم العربي يجونا وبكفاءة عالية جدا. هو مجال يعني ما اعتبر انه في تنافس بين الرجل والمرأة، وان هذه يعني مرأة ما تقدر تترجم، بالعكس المرأة يمكن تتحكى وعندها طاقة للكلام والاستيعاب في عدة مواضيع وعدة مجالات اكثر من الرجل، يعني تركيزها لا يكون في منحة او اتجاه واحد، لا عندها أكثر من ممكن تستوعب أكثر من شغلة بمكان أو في حيز واحد. فأنا كنت أشارك بالترجمة، وحتى يعني الترجمة الفورية إن كنت في مؤتمر أو شيء لازم يكون معي شخص آخر سواء كان رجل أو امرأة إنها تساعد، لأن هذه المهنة بعد نص ساعة الإنسان بطبيعته مخه يتعب، فيحتاج إنه يريح شوية علشان يستعيد قدرته على المواصلة. في بعضهم يجازفون بمواصلة الترجمة 3-4 ساعات، المؤتمر كله عادي عندهم إلا فترة البريك، بس هي هذه طبعا لها آثار جانبية على المترجم فيما بعد. أنا ما أشوفه بصراحة فيها مناسبة، بالعكس أنا لقيت كل التأييد وكل الدعم من الرجال اللي في هذا الجانب، ويحبون يشجعون المرأة بهذا المجال، يعني ما واجهت هذه المنافسة، بالعكس إن دائما يعني يقولون أحيانا يقطوني على صخر، يقول لي يلا يقط السماعة أخذي وراي، يعني وأنا ما أدري شنو قاعد يصير what's going on، فأخذ المايك وأواصل لهذا، يعني طبعا هو يتركني ويخليني على ما أستوعب، يعني أنا أكون طبعاً موجودة بالمؤتمر ولكن يمكن لا هي بشيء أو هذا، وبعدين أكمل الترجمة. فهذه من الشغلات اللي بصراحة يعني وايد تشجعني، إن تعطتني كانت تعطيني دفعة قوية بإني خلاص أنا الحين أمام الأمر الواقع، والناس قاعدين ينطرون إن أنا شو أقول عشان يستوعبون شنو الشخص المتحدث في هذا المؤتمر شنو قاعد يقول، فيكون يعني دوري طبعاً وايد حيوي إني لازم أتكلم وأترجم.
والحمد لله. يعني قد تكون هناك في بعض المواقف المضحكة، إن أحيانا تكون في نكتة مثلا قالت ويكون المايك أنا مسكرته وقاعدة أترجم والمايك مسكر، ويتوقع المتحدث أن الجمهور يضحك وياه، وبالأخير بس أنا اللي أضحك والجمهور ما حد يضحك، فتبين أن المايك زوف ونعيد ممكن مرة ثانية النكتة علشان يشارك الجمهور في مشاركة المتحدث بهذه النكتة. بس الحمد لله تكون شغلات خفيفة، يعني ما تأثر على مجرى المؤتمر، لأنني أنثى ولأني سيدة كويتية من المجتمع الكويتي. ومثل ما أشوف أنا الحين الشابات ما شاء الله عليهم ما عليهم قاصر، يعني طرقوا جميع المجالات، ولكن أجد إنه يعني يحتاج هذا المجال اللي هو الترجمة الفورية يحتاج إلى مزيد من الدعم. ويريت وأنا مثل ما أشوف ما شاء الله عليهم البنات الكويتيات يتكلمون اللغات وخاصة اللغة الأجنبية فيما بينهم، يعني يمكن مدارس خاصة أو حتى اللغة أصبحت في المتناول وكل من يتكلم اللغة الإنجليزية بطلاقة، فأشجعهم إنهم يعني ينخرطون في هذا المجال. المنافسة ترى مو قوية، بالعكس، خاصة لما يكون معك زميل بالترجمة الفورية وهم معدودين مو وايد، بالعكس في تشجيع، لأن هذا هو العمل في الروح الجماعية، في روح العمل الجماعي، فبالتالي يكون اتحاد مع بعض. اللغة والترجمة هذه نحتاجها إحنا في مجالات كثيرة، لأن وايد ناس مثلاً الأجانب يبون يعرفون عن بلدنا، يبون يعرفون عن كويتنا والظروف اللي مرت فينا، وحتى احتفالاتنا اللي نحتفلها نحتاج إلى كوادر من الشابات والشباب إنهم يكونون متطوعات ويشاركون في المهرجانات اللي نسويها بالترجمات، بمساعدة بإقامة المهرجانات الجميلة وبأفكارهم. حتى شباب أنا قاعدة أشوف عندهم ما شاء الله من الإبداعات الكثيرة، إن الواحد لو يشوفها إن ما شاء الله عليهم بكل مجال، فأشجعهم على أنهم يدخلوا مجال الترجمة الفورية. وأهلا وسهلا فيكم، حياكم الله.